أنا مصطفى الرحيوي بائع الخروف مدة تقريبا واحد 25 عام. احنا سيدي كان جا عندنا البارح، كان عندنا البيع والشراء شوية، جا عندنا واحد الرموك فيه تقريبا شي غنم رقيقة، مات لينا واحد في الرموك وماتوا لينا واحد جوج سميتهم. وقع لينا هاد الضجة نتيجة مضاربات ديال التجار. كاين الناس اللي كيبيعوا هنايا ب 85 درهم، وكاين الناس كيبيعوا ب 80 درهم، وحنا كنبيعوا ب 65 درهم، وكنبيعوا ب 60 درهم، وكنبيعوا ب 55 درهم، حيت هاد السلعه ديال الغنم كيجي حيت مدعمه من طرف الحكومه. السبب الرئيسي تزاحم، فهمتي، تزاحم وتغير المناخ، شي حاجه قليله 3 وسط 1000 ولا 1500، شي حاجه قليله. شنو جايب انت؟ وحنا شركة جات تقريبا شي 15000، ماشي 15000 اللي جات. هاد الغنم ديال رومانيا جاية، شوف، جات في ظروف ملائمة، جات في باطو، كان جا الخروف كان جا في الباطو، والباطو 10 ايام وفي البحر في الميناء. سي نورمال باش يكون كتجي تبدل عليه المناخ، فهمتي، اللي قليل في المناعه ديالو. اما الخروف بحال الخروف هاد الخروف والخروف اللي صحيح وداك شي حاجه قليله. السلطات قال لك اودي هاد المحل ما فيهش التهويه، خاصكم تسدوا. هادشي اللي كاين، واش غنقول لك، غادي يضر الدرويش اللي غادي يضر. الغنم قليله شويه في البلاد، فهمتي، الكسيبه ديالنا شويه قليله في البلاد من ايام كورونا، والغنم قليله في البلاد. حنا كنا كنكسبوا، حنا تقريبا كنكسبوا خمس شهور بالنسبه كنا كنكسبوا الغنم ديال البلاد. حنا مولوعين بالكسيبه ديال البلاد، ولكن ما بقاش عندنا الجهد ديال، ماشي غير انا، بزاف ديال الكسابه ما بقاش عندهم الجهد باش غادي يكسبوا الغنم ديال البلاد. خروف صغير ب 3000 درهم باللي غادي باش غادي يكسبوا، خروف صغير ب 3000 درهم كي غادي باش غيتقام عليه. حتى هاد الناس دابا اللي بيع الكساب، اللي بيع راه بيع، راه كاين اللي ما سالكش، فهمتي، راه كاين اللي ما سالكش، كاين اللي شاري خروف ب 3000 درهم العام كامل وكيوكل فيه. الناس اللي شراو عندنا الحاولي ديالهم في امان الله، بصحه جيده، ما كاين حتى شي ضرر. اللي قال شي حاجه يجي يشوف ديالو، وانا ما يمكنش شي واحد شرا عندي خروف ديالو وضاع عليه غادي ما كنقول ليه. والناس كلها شرات حواله بصحاح وكل شيء، وغادي فرحانين الناس، ما كاينش اللي كيقول لك الله يرحم الوالدين. الناس ما كتشطرش، عندنا كتقول لك اسيدي 65 درهم الله يجازيك بخير. حنا كون بغينا نبيعوا هاد الغنم جمله كنا راه بعناها كاع ما نوصلوا هاد الشيء، ولكن حنا بغينا نوصلوها للناس اللي باغيين يعيدوا بها، ما بغيناش نعطيوها الوسيط اللي غادي يعاود فيها البيع.